هذا عاد كنت صاحبه معاه البارح، هذا ولي البارح خرج معايا، هذا كيدور على العائله طنجه كاملين، خلاو ما قالوا فيا وما كيعرفوني شي، كلشي كيعيط لي كيبكي قسما بالله كيرغبوا. علاش نوصلوا لنا هادشي هذا؟ علاش؟ علاش هادشي هذا؟ مخير كتسقسي كتقول له ديك خانه كيقول لك هذاك الله يخليها سلعه ما عندنا شي مع حق ملي كتعاشروا كتجبروا اطيب خلق الناس. نتوما كيف ما كتثقوا في بنات بعطياتكم ما كاين بنات عاوتاني كتعطيهم الدراري كتيها فيسبوك كتقول له دخل شوف دخل عمل يعني ردوا بالكم. واش ربي غاضب علينا وشو شني واقع في الدنيا وبنادم مفعوط ما يسبح ولا يصلي شو بنادم شني كيعمل دابا هادي خايلاش من صيام كتقزله. السلام عليكم، انا جهاد من طنجه. انا جبرت راسي في واحد الجروب ديال واحد الفئه اللي كثر من 12000 بنت كاينه فيها، واحد الجروب اسمه خونت فضح اللي كيدخلوا الدراري كاملين طنجه، كيدخلوا الناس مجوجين، كيدخلوا الناس خاطبين. جبرت الجروب تفتح تقريبا 6 ايام ولا 7 ايام باش تفتح. صافي جا واحد النهار اللي كان نهار السبت، هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام مع الساعه قبل الفطور بشي ساعه ما كان وما ينزلوا التصاور ديالي، ما خلاو ما قالوا، كل وحده شني كتقول وحتى شي حاجه هي الاشاعات تما مخيره فيهم، راه ما كنعرفها وما كتعرفني، واللي عندها شي حاجه معايا مرحبا بها. كاين جهاد المحكمه، كاين جهاد المخزن، راه الدوله ديالنا كتكلف اي حاجه. انا الحمد لله ما مجوج ما خاطب ما حتى شي حاجه، يعني السمعه ديالي من ديك الناحيه ما كان عندي حتى شي مشكل بحق. كانوا صحابي عندهم مشاكل بزاف، كاين الدراري صحابي اللي كانوا خاطبين ناضلوا مشاكل مع النساء ديالهم وطلقوا، كاين الناس اللي مجوجين جبروا مشاكل ديالهم الرجال ديالهم في الجروب وديك شي غيكذبوا اشاعات. ديك الجروب كيحطوا تصويرات واحد الشخص في الجروب اللي فيه 12000 وحده وكيبقاو يشوهوا ديك السيد واخا ديك واخا ما كيعرفوش. الغرض ديالهم قله الشغل، الناس جالسين في الدار يقابلوا والديهم ويمشيو يعملوا شي حاجه مزيانه والعواشر. كيحطوا التصويره باش يجيبوا باش يكحكحوا بها باش يضحكوا على ولاد الناس. كيحطوا التصويره كتجمع لهم مثلا 500 600 جيم وكتكومونتي تما 5000 وحده 4000 وحده كتكومونتي وغيكدوا غير اشاعات كيطيحوا السمعه ديال الناس. يعني هاد الناس هادو خصهم يتعاقبوا. كتحط دابا وحده كتحط تصويره كتقول لهم شني كتعرفوا على هذا، تيوني كتكتب لهم ماكسيموم دانفو يعني تيوني الاخبار كامل على هاد السيد هذا وكيبقاو يكتبوا. هذا عاد كنت صاحبه معاه البارح، هذا ولي البارح خرج معايا، هذا كيدور على العائله طنجه كاملين، هذا ما كيخلي معاه من يخرج، هذا ما كيحشمش، هذا مجوج ومطلق، هذا عنده جوج العواوال. المهم اشاعات حتى شي المهم كيخلي ما يقولوا هذا مغتصب، هذا راه البنات كاملين ديكلارين به واخا داكشي ما كاينش. وتينا اذا بنات مديكلاريه من ديك السيد اللي كتكتب عليه هذاك مغتصب، راه كاين مخزن كاين الدواء. علاش ناس عمل جروب زعما تينا تحامي على البنات؟ كيف ما كتشوفوا راه هذه 3 ايام كان جروب وصل 12000 وزياده وحده، دابا ملي شافوا هاد شويه البلبله راه وصلت 9400 وحده، والبنات كاملين بداو كيهربوا كيخرجوا من الجروب. انا اي وحده هضرت فيا وما كنعرفهاش هزيت ديك 200 كومونتير كامل اللي هضروا فيا. كاين بنات بوجههم حتى هما راهو معنا التصاور ديالهم خلاو ما قالوا فيا وما كيعرفوني شي، وكاملين بهم كيعيطوا كيبكيو ويرغبوا. دابا يقول لك علاش اخي انا كنت غير كنضحك وانت كتضحك اختي ما تاذينيش انا ولا تاذي واحد اخر، تضحك في شي حاجه اخرى. دخل عليا واحد السيد قسما بالله العظيم جبرت كومونتير دمراتو، قسما بالله دخل عليا راجله قال لي اخي غير اسمح لي وجا عندي ذنب بالدار، قال لي اخي غير مسح ديك الشيء. انا قال لي هيدا بهذا المصطلح، قال لي انا كنتي التليفون غير باش تعمل ديك الشيء ديال الطياب في يوتيوب، هاتينا كتشوف فين داخله. قسما بالله العظيم هاد الناس والله ما كيحشموا، الناس مجوجين ما كيحشموا شي ما كيستحيوش. انا شخصيا ما اثروش فيا بحال اللي اثروا في دراوج. انا عندي السيد خدام معايا قسما بالله لا طلقوا على المراه ديالو، كانوا صافي في الخطوبه في الزواج، هذاك هو السيد اللي تقهر السبه ديالو، دخلوا التصاور ديالو مخلاو ما قالوا فيه، وبوراني راه خدام واحد الخلصه ديال 3000 درهم وما كيحشموش هاد الناس. راه هاد الوقت هذا صعيب، جبر الدراويش اللي كيقبلوا على بعضيهم، السيد جبر بنت الناس وقبلت عليه ديك الخدمه اللي كيخدم فيها وكاري وهاديك، ودخلوا التصاور ديالو وطيحوا السمعه ديالو واخا هو ما كاين والو. بنادم بزاف خصو يعرف واحد الحاجه، لان كاين تشهير وكاين مساعده على التشهير. هاد الميساج خصو يفهموه كاملين بهم، راه سقسي ولا ما بغا، كاين تشهير وكاين مساعده على التشهير. هذيك اللي كتنزل تصويرات السيد هذيك كتعمل تشهير، وهذيك اللي كتكومونتي عليها وتبقى تضحك لها وتخرج اشاعات راسها هي كتمشي في التشهير. هاد الجروبات هادو الصراحه بداو 2013 عقلنا على هاد الجروب كانت تعمل بحال هيدا. بالحق الصراحه هذا الله هادوك اللي كانوا عملوه حسوا بالذنب ديالهم وزولوا ديك الشيء ما عمرهم ما عاودوا بان، يعني شافوا الخطر على خوتهم على والديهم على هذيك زولهم ما عاودوش يعملوا. مؤخرا بقاو كيعملوه في سناب شات
هادي باش يض ميساج خصو يعرفو كامل. عملوه في سناب شات وبقاو بالناس كيصاردو ديك مولات سناب شات التصاور ديال الدراري كتقول لهم حطوهم باش نعرفو عليهم شني كاين. صدقت ديك البنز قوزت بهم واحد الشهر كامل كيصاردو التصاور. في الاخر شني عملت؟ شبرت ديك الناس اللي كانوا كيصاردو لها التصاور نزلاتهم حتى هما. ها هي تحكات عليهم. هذا راه مشكل كبير. ماشي بزاف ناضت مشكله في طنجه كامله. كلشي العداوه مع شي، علاش سبات فتنه د واحد الجروب؟ اذا عندك شي حاجه مع السيد راه ما عمرك ما تشوفو فيرتوال، شوفو في الواقع. اذا كتخصك تسقسي على شي واحد اذا عشرته راه تي ناس عرفوا كيفاش تساوي، ماشي تسقسي على البنات. راه حتى شي حدا ما غتقولها مزيان هذه باش عملها في بالك. اذا نتوما تشوفوا هذه العقليه والدراري مشاو بهذه العقليه راه ما حتى شي واحد ما غيجوج، حتى شي واحد ما غيوصل حتى شي نيفو. واش شي واحد مخير كتسقسي كتقول له ديك خانه كيقول لك هذاك الله يخليها سلعه ما عندناش مع حق. ملي كتعاشروا كتجبروا اطيب خلق الناس. اي اب اي اخوانا اي واحد قابل اختك قابل المراه ديالك قابل هاد العواوس اللي تولي خالقين، راه تينا شريتي لها التليفون باش تقرا الدروس ديالها في الدار. تينا كتشوفني عامني مصيبه عامني شو في الاخر هما بكاوات وكلشي كيبكي كلشي وصلت لهاد النيفو. علاش علاش هادشي هذا؟ كلشي كيعيط لك كيبكي قسما بالله كيرغبوا كيقول لي اخي غير اسمح لنا اذا كانوا عندك التصاور ديالنا مشيتي زعما ديكلاريتي بينا الله يرحم الوالدين. علاش انا تنوصلوا لنا هادشي هذا؟ علاش علاش هادشي هذا؟ انا كيف ما كنقول لكم عاودكم انا بالنسبه لي ما اديتو فيا حتى شعر بحال كاين الدرويش اللي كتاديوه، كاين الدرويش زعما اللي ما كيعرفش الطريق الكوميساريه، كاين الدرويش اللي ما كيعرفش الطريق ما كيعرفش التشير. علاش هادشي هذا؟ علاش باش تضحكينا تجيب منكر هو بان هادشي هذا في رمضان، هادشي هذا في رمضان. واش ربي غاضب علينا وشو شني واقع في الدنيا وبنادم مفعوط ما يسبح ولا يصليش وبنادم شني كيعمل؟ دابا هادي خايلاش من صيام كتقزله يا اخرى كتكون مونتي وكتكحكح ويا صايمه وكتضرب في عباد الله، شنو صيام كيز لك اختي؟ وصلكم راه هاد الجروبات هادو اللي كتشوفوا زعما 100% فام ولا 100% نساء راه هي كتضحكوا على راسكم وصافي. راه انا جبت لكم التليفون كاين في جروبات طنجه كاملين، راه هادشي هذا غير بلا ما يكذب عليكم حتى شي واحد. انا ملي كنتحط في جروب راه كنطلع راسي انا الاولاني، راه جروب اذا جبرتي فيه 10000 راه جبر واحد 2000 كامله دراري راه فو كونطات. راه نتوما كيف ما كتثقوا في بنات بعطياتكم راه كاين بنات عاوتاني كتعطيني الدراري كتيها فيسبوك كتقول له دخل شوف دخل عمل يعني ردوا بالكم. كنهضر على ديك النساء اللي مجوجين كيدخلوا يبوستي وكنهضر على ديك بزاف ديال الحاجات كتدخل تنزل موضوع د راجلها زعما راجلك يقدر يكون في الجروب كيقرا داك الشيء اللي كتنزل كامل. يعني ردوا بالكم هاتينا الجروب تكون تصفضح. ها هو فات 12000 وحده راه حنا كاملين بينا في وسط منه كاملين بينا وفي الجروبات وكنشوفوا كلشي. فاين باغيين توصلوا؟ فاين ازدي والو حق اي وحده غتحصل ما بين الشرطه راه ما غيعقلوش عليها. اي وحده غتعاقب على هادشي هذا راه كاينه 120 شكايه حاليا من نهار الاثنين غيتزادوا 30 واحد ان شاء الله يمشي ديك لار يعني 150 واحد. اي وحده غتحصل غتعاقب على ديك 150 واحد كامل اللي مشى ديك لار بها.